يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن، يعني يقرب الله عز وجل إليه يوم القيامة ليكلمه ويعرض عليه ذنوبه فيما بينه وبينه. يقول عليه الصلاة والسلام: فيضع عليه كنفه ويسره لئلا يفتضح، ويكلم الله عز وجل سرا ما حد يسمع، فيقول الله عز وجل: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ شوف، يعني بلطف وخفاء. فيقول العبد: نعم أي ربي. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا قرره بذنوبه وظن في نفسه أنه هلك، يعني هذا العبد تيقن أنه داخل النار إلا أن يتداركه عفو الله، يقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على نعمة الإسلام.